جماعة، حتى هذا الأفندي، تخيلوا المدعو الأنابيب، الأنابيب السعودية صاحب صفقات أرامكو، ما زال في المنطقة الضعيفة حتى الآن. لكن حاول تعرف وين أنا استراتيجياً، ترى ممكن هذا السهم يشق الطريق ويوريني 27 23 23 70، أكون تعديت المتوسطات. طبعا من هنا عشان انت توصل 22 23 تحصل نفسك جبت 7 8%. خلاص هذه اسهم ما دام فيها ترندات صاعده، هذا صمام الامان حقك. ضغطت ما ضغطت انت خلاص راسم ترند، خليك مع الترند. الترند ماي فريند، اي اختراق حتشوف البدع. ترى تاريخها في الصعود، لما تصعد تصعد، بتروح تجيب اهداف حلوه.